وهابي عندك عندك الطوموبيل عندك جو ثلاث لحظات عاوتاني قاعدين انا كلشي ودري دراري العربي حل كوف حل كوف حل كوف حل كوف حل كوف واش طوبل غتدخل داخل هنا 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 عند البارير عند البارير راه عند البارير لا تو خليه خليه السيد خليه السيد هذا الزوم ديوم عندك شي بلاصه واحده اخرى ديروا هنا تاك تاك خليه الطوبل ياكل هادشي صدقتهم يلا زيد مرشي جيبوا جيبوا الكلب نجزكم بلاتي يا شباب بلاتي يا شباب بلاتي يا الاخوان بلاتي وبلاتي نعيش لحظة فارقة لحظة جميلة لحظة يعني ننتظر لها جميعا تتذكرون في أول لقاء قلته مع الإخوان الصحفيين قلت أن مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة وقلت أن طريق المجد مفروش بالأشواك وقلت أننا سنناضل من أجل حقيقة نحن مقتنعون بها وأن الدكتور تازي ليس بمجرم وأن التهمة الكبيرة التي يعني ألصقت به هي تهمة غير صحيحة هي تهمة الاتجار والبشر من خلالكم كنوجه الشكر للقضاء المغربي اللي كيثبت اليوم أنه قضاء في مستوى التطلعات قضاء في مستوى التحديات قضاء اللي يعني تخلينا مطمئنين آمنين على أنفسنا وعلى وليداتنا قضاء اللي كيأكد بأنه اليوم المواطن المغربي من حقه أن يرتاح لأنه حتى إذا وقع مشكل سيجد نفسه بين أيدي أمينة هذا العمل الذي قمنا به خلال سنتين لم يذهب سدى هذا العمل توجه القضاء المغربي بهذا الحكم يعني الذي في نظرنا هو حكم منصف حكم يعني إن لم يعني يبرئهم من جميع التهم فعلى الأقل اختلط في هذا الحكم دموع الفرح بدموع الحزن يعني سنفرح جميعا لأن الدكتور حسن التازي اليوم سيعانق الحرية الدكتور حسن التازي سيرجع إلى مكانه الطبيعي الدكتور حسن التازي الذي تشبث به عموم المواطنين المغاربة قالها يعني في كلمته الأخيرة أشكر من أشكر الجميع أشكر من ساندني وأشكر حتى من لم يساندني هذا هي خصال الدكتور حسن التازي هذه هي طيبوبة الدكتور حسن التازي لذلك اليوم يعني الحمد لله نعيش هذه اللحظة ونحن يعني كلنا فرح كلنا سرور لأنه هذا الشخص الذي آمنا به وآمنا ببراءته اليوم سيعانق الحرية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس